ظل هذه الظروف الصعبه القعده في البيت هي اهم حاجه. طبعا هي اهم حاجه، ما لازم احنا الواحد ما بيروحش في اي حته خالص يعني، ولا حتى عارف اشوف اهلي ولا عارف اتحرك من البيت خالص، هو اخري ممكن انزل بس حوالين البيت بجري شويه واطلع طول اليوم قاعد في البيت. خصوصا يعني لعيبه الكوره او الرياضيين تحديدا بتبقى انت كل يوم تمرين وكل يوم رايح وكل يوم سفر وكل يوم جاي وكل يوم، فجاه بتلاقي نفسك قاعد في البيت بتبقى صعبه شويه. صعبه جدا جدا الموضوع، صعب جدا يعني. انت زي ما حضرتك بتقول انت كل يوم ملتزم بتمرين، انت اجازاتك ما فيش، يكاد يكون ما بتاخدش اجازات خالص، ممكن يوم كده بعد ماتش لو عندك، حتى الماتش اللي بعده فيه مسافه شويه. اغلب الوقت كل يوم بتنزل تمرينك معسكرات ماتشات، فمره واحده تقعد في البيت الموضوع صعب جدا على الناس كلها بالذات لعيبه الكوره طبعا يعني. طيب الفتره دي نجوم كره القدم دائما بيبقى لهم دور مجتمعي في مثل هذه الفترات، بتقول لي ايه المتابعين محمد سمير؟ لا طبعا يعني بحاول اناشد طبعا الناس كلها، وان هم يحاولوا الامور تهدى شويه في موضوع ان الناس تتجمع في اي مكان. انا شايف طبعا الاعلام الفتره اللي فاتت دي والفنانين ولاعيبه الكوره الناس دي اكيد صوتها بيبقى واصل شويه، ان بيناشدوا طبعا الناس كلها ان هم يلتزموا بالتعليمات اللي وزاره الصحه على طول بتطلبها من الناس، لان احنا في موضوع صعب والموضوع مش هزار لغايه دلوقتي للاسف. في ناس كتيره واخده الموضوع ان هو عادي ويعني مستسهلين الموضوع، ما في يعني احنا لا قدر الله لو دخلنا في اعداد كبيره هيبقى الموضوع بالنسبه لنا صعب جدا. احنا شايفين الناس في اوروبا بيعانوا ازاي وعندهم امكانيات اكيد اكبر مننا بكتير، فاحنا لا قدر الله مش عايزين ندخل للامور الصعبه دي. الناس الى حد ما تلتزم، ما حدش يعني لو هيبقى عندك شغل مضطر ان انت تنزل، لو مش مضطر ما تفضل قاعد في بيتك احسن لغايه ما الازمه دي تعدي على خير يعني، عشان الموضوع ما يطولش معانا. احنا كل ما الموضوع بيعدي بسرعه كل ما يبقى احسن لنا يعني. هل شايف من الممكن ان عوده النشاط الرياضي مره اخرى ولا لا؟ والله يا كابتن اسلام انا بتمنى، انا نفسي طبعا النشاط يرجع اكيد يعني. انا مش عارف طبعا ان هو للاسف ما حدش يعرف احنا رايحين لغايه فين، وما حدش يعرف مواعيد ولا حد يعرف اي حاجه. هي ممكن الميزه الوحيده ان انت الاولمبياد بالنسبه لك اتاجلت فوسعت الدنيا شويه في الوقت، فانا اتمنى ان احنا نكمل حتى لو هنلحم الموسم ده في الموسم اللي جاي. انا اعتقد دلوقتي خلاص احنا يعتبر خدنا الاجازه بتاعتنا. يعني انت دلوقتي لو جيت سالت اي لعيب او اي مسؤول في اي نادي وقلت له احنا ندي اجازه ما بين الموسمين ممكن يقول لك لا احنا مش محتاجين، ما عندناش مشكله، ما عندناش مشكله، بس منع للخسائر اللي هتوصل للانديه وللاعيبه وللناس كلها، ان احنا ان شاء الله نحاول لو هنلحم حتى الموسمين في بعض. احنا بنتكلم في دور تاني ممكن يخلص في شهرين شهرين ونص، ونبدا في الموسم الجديد على طول وراه. وزي يعني احنا متعودين الفتره اللي فاتت بمواسم استثنائيه، عندنا خبره احنا في المواسم الاستثنائيه طبعا، مواسم استثنائيه كتير مرينا بيها، فاحنا عندنا خبره زي ما حضرتك بتقول، وكنا ساعات بنلحم موسمين في بعض واحنا مش واخدين اجازات. احنا دلوقتي خلاص يعتبر زي ما بقول لحضرتك احنا خدنا يعني شهر ممكن يعدي الشهر كمان، احنا عمرنا اصلا ما بناخد الاجازه دي في الطبيعي بتاعنا، فاحنا اكيد واخدين اجازه كبيره. ف اتمنى بس اهم حاجه ان الازمه تزول، دي اهم حاجه. طبعا بعد ولو لو في وقت بقى ان شاء الله يعني يلحموا الموسمين حتى ما عندناش مشكله، بس منع للخسائر اللي هنمر بيها كلنا. عندك حلول في دماغك للموضوع ده؟ والله ما يعني انا شايف الموضوع ملوش حل طبعا. احنا في ناس بره بيقترحوا اقتراحات ان هم يودوا الفرقه كلها في مكان معين، زي انجلترا دلوقتي بيتكلموا ان هم يودوا الفرقه كلها في مكان معين، يعملوا لهم زي معسكر كده كلهم قاعدين فيه باجراءات وقائيه طبعا للعيبه، وان هم يكملوا ماتشات اللي فاضله في الدوري الانجليزي كلها في المكان ده. انا اعتقد ان احنا هيبقى صعب بالنسبه لنا يعني. انت دلوقتي لو مثلا بتقول ان احنا سي هنودي مثلا فرق الدوري كلها في محافظه، ما فيش اصلا محافظه هتقدر تستحمل، لا هيبقى فيها ملاعب ولا هيبقى فيها ملاعب تمرين كتير عشان الفرقه دي كلها تتمرن، ولا اوتيلات كتير عشان الفرقه دي كلها تقعد فيها. فالموضوع بالنسبه لنا صعب. هو الحل بالنسبه لي ان شاء الله الازمه تعدي على خير، وهم شهرين شهرين ونص يعني. احنا لو حتى بدانا في يونيو في شهر 6 مثلا رجعنا الدوري وخلصنا في 8 وبدانا الدوري الجديد في 9، انا شايف ان هي هتبقى مناسبه جدا يعني. اغلب الفرق حتى لو زي ما بقول لحضرتك هيديك شهر مثلا ما بين الدوري ده والدوري الجديد، الشهر ده انت ممكن تدي اجازه حتى اسبوع وتبدا الثلاث اسابيع الثانيه تجهز للموسم الجديد. اجازه ايه بقى؟ ما حدش عايز ياخد اجازات. انا بقول لحضرتك لو يعني لو هيبقى في فرق ما بين الموسم ده والموسم اللي جاي شهر، الفرقه تدي اسبوع ويبداوا في الثلاث اسابيع يجهزوا، لان اوريدي هتبقى اللعيبه جاهزه ان هي تكمل الموسم الجديد يعني. ونستحمل بقى السنه دي تعدي على خير يعني، اهم حاجه. يا رب ان شاء الله، ونشوف الموسم اللي جاي ان شاء الله يا رب يحصل اللي يحصل، لكن في النهايه نتمنى ان تزول هذه الغمه. طبعا يا رب، دي اهم حاجه يعني ان شاء الله. خليني اخدك بقى من الاول خالص، ووجودك في النادي الاهلي وكيفيه تواجدك في النادي الاهلي منذ ان كنت ناشئا يعني. لا طبعا انا اكيد بدات حياتي في بني سويف، انا اصلا من بني سويف وبدات حياتي هناك، طول حياتي كنت عايش هناك وانا صغير، وبعد كده جيت اختبارات النادي الاهلي
والحمد لله ربنا كرمني ودخلت النادي الاهلي من وانا صغير لغايه ما تدرجت بقى في مراحل الناشئين. كم سنه بدات مع النادي الاهلي؟ كم سنه كنت تقريبا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه تقريبا، وكملت بقى لغايه الحمد لله لغايه 18 19 سنه، لغايه ما ربنا كرمني بان انا اطلع في ظروف انتوا كانت الفرقه خدت فيها الدوري وانتوا كنتوا مريحين اللعيبه الاساسيه كانت مريحه. كان 2006 2006 2007 كان موسم 2006 2007 كان الاهلي خد الدوري وانتوا كنتوا مريحين اخر ثلاث ماتشات، مستر مانويل ادى الناس الاساسيه كلها راحه، والكابتن حسام كمل مستر مانويل حتى سافر، والكابتن حسام كمل الثلاث ماتشات الفاضلين وطلع مجموعه ناشئين، وانا الحمد لله يعني يعتبر الناشئ الوحيد اللي لعبت في الوقت ده. لعبت ماتش اسماعيلي في اسماعيليه، ده كان اول ماتش ده كان اول ماتش ليا، والحمد لله كان مريح 13 لعيب، كان مريح يعني يعتبر نص الفرقه او اكتر من نص الفرقه كمان كانت مريحه، وهو نفسه سافر طبعا، والكابتن حسام كمل باللعيبه اللي كان بقى لها فتره مش ما بتشاركش شاركت، وانا كنت الناشئ الوحيد اللي خدت ماتش اسماعيلي في اسماعيليه، فكان بالنسبه لي ماتش اسماعيلي في اسماعيليه ماتش صعب جدا يعني، وحضرتك عارف الاسماعيلي في الفتره دي كانت فرقه جامده جدا واخد غلبنا 1-0 في الدقيقه 81 82 يعني بس كان الاهلي خد الدوري انا بتكلم ان الماتش اصلا كان صعب، ونادي اسماعيلي كان متحفز جدا ان هو يعمل نتيجه كويسه، هو ما كانش فارق معاه ان اللعيبه مريحه او مش مريحه، انت عارف الماتشات الاهلي طبعا مالهاش علاقه عايزين ينزلوا يكسبوا النادي الاهلي حتى لو سكور عشان يبقوا كسبوا النادي الاهلي سكور، لان كانت فرصه بالنسبه لهم، وكانت الفرقه تقيله جدا فرقه الاسماعيلي ساعتها، والاستاد متقفل فالامور كانت صعبه، فان احنا خرجنا ب 1-0 دي كانت الى حد ما نتيجه مقبوله يعني. فاكر الاول تمرينه ليك مع هذا الجيل العظيم اللي انت كنت بتشارك معاه؟ طبعا يعني اول طبعا لما طلعت كنت انتوا زي ما حضرتك اتكلمت كنتوا كلكم اخدتوا اجازه، لما بدانا بقى فتره التعقيد الجديده انا سافرت معاكم المانيا، فاول تمرينه طبعا كانت بالنسبه لي كان حلم يعني ان انا اللعيبه دي كلها بتفرج عليها وبتعلم منها، وكنت حتى ما بعرفش اشوفكم كتير لان احنا كنا في مدينه نصر وانتوا في الجزيره، فكنا حتى ما بنعرفش نشوفكم كتير. كان ناشئين كلهم بيتمرنوا يعني احنا كنا على طول في مدينه نصر، فاحنا عندنا شغف ان احنا نشوفكم مش بقى نتمرن معاكم يعني، عارف لو احنا بنشوفكم مثلا كل يوم في النادي في تمارين الموضوع يهدى شويه، انما احنا كنا بنتمنى ان احنا نشوفكم، فمره واحده ان انا ابقى موجود معاكم لا وموجود وبتمرن وزي مثلا اي حد في الفرقه لعيب زي اي حد، فالموضوع بالنسبه لي طبعا كان مثير جدا، وكنت يعني مبسوط جدا طبعا ان انا طلعت وسطكم، والموضوع كان صعب انت عارف الفتره دي ما كانش في ناشئين خالص بتطلع، حتى لو في ناشئين بتطلع لمجرد ان هي تتمرن وخلاص، فان انا اطلع ابقى موجود في الوقت ده في ان انا اتعامل معاكم كلكم واللعيبه كلها اللي كانت موجوده حاجة اكيد هتفضل في تاريخهم مش هنساها طبعا يعني. الفتره دي كانت فتره مهمه جدا في زيها زي كل الفترات السابقه للنادي الاهلي، ولكن مانويل جوزيه وطريقه التعامل الحقيقه مع الناشئين اللي موجودين في النادي الاهلي. لا انا شايفه في الحته دي بصراحه هو نفسيا حياتك عارف هو نفسيا يعني من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بيتعاملوا نفسيا مع اللعيبه كلها بشكل كويس جدا، بالذات كان مميز جدا مع اللعيبه الناشئين، انا كنت بلاحظ وانا كنت واحد منهم طبعا ان هو كان بيتعامل معانا بشكل كويس جدا، عمره ما حط علينا ضغوطات خالص، حتى لو انت عامل ماتش مش كويس او مثلا دخل جول بسببك او لا قدر الله في اي حاجه في الماتش، كان بيزعل لابو تريكا، كان بيزعل الناس الكبيره على طول حضرتك عارف يعني، كان بيزعل او شادي كان بيجي عليكم انتوا اكتر من اي حد، كان عمره ما اتكلم معانا احنا كلعيبه صغيره في الفرقه وضغط علينا او حطينا تحت ضغط او لمنا في اي حاجه، كان على طول كلامه ايجابي، ودي كانت حاجه مميزه فيه جدا، هو نفسيا بيعرف يتعامل طبعا انت عارف يعني. مانويل جوزيه لو كان موجود الفتره دي كانت هتبقى الدنيا عامله ازاي؟ من ناحيه في عموما في التجديدات في شكل الفرقه في البتاع لا الموضوع اعتقد يعني كان ممكن يبقى مختلف، مانويل جوزيه شخصيه مختلفه عن اي حد وكاريزما وبيعرف يتعامل كويس جدا مع اللعيبه كلها، وبعدين اللعيبه كلها بتحبه، فكانت ممكن ناس حتى اللي ما بيلعبش ما انا بقول لك اللعيبه كلها بلا استثناء اللي ما بيلعبش زي اللي بيلعب، كل الناس بتحبه وبيتعامل مع الناس كلها كويس، واللعيبه كلها كانت بتعمل له حساب وكانوا بيحبوه، كانوا ممكن يضحوا باي حاجه ان هم يبقوا موجودين او بيتمرنوا معاه، فهو اكيد كان هيفرق طبعا في وجوده دلوقتي، الموضوع كان هيبقى مختلف. خلال الفتره اللي فاتت تحديدا وانا قاصد الحقيقه الفتره دي ان انا اجيب اولاد النادي الاهلي اللي لعبوا في النادي الاهلي ودلوقتي بيلعبوا في انديه اخرى ومتالقين الحقيقه في انديه اخرى. خلال الفتره اللي فاتت يا سمير كان هناك دايما او بسمع اكاذيب كثيره جدا خلال الفتره السابقه كلها بتطعن في النادي الاهلي، ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا طبعا ده كلام يعني كلام مش منطقي وكلام مش مقبول خالص، النادي الاهلي نادي كبير انا مش عشان انا ابني من ابناء النادي يعني، الناس كلها عارفه النادي الاهلي نادي كبير واكبر نادي في افريقيا وفي مصر، طول ما انت ناجح وطول ما انت قوي وطول ما انت
على طول ماشي الليفل بتاعك عالي، الناس كلها هتلاقيها وراك بتخبط فيك والناس كلها هتلاقيها بتنتقدك، هو دايما ناجح كده يعني. دايما اي حد ناجح هتلاقي الناس في ظهره على طول عايزينه يقع وعايزين يطعنوا فيه في اي حاجه ممكن تتقال. فاحنا بنتكلم في منطق وفي واقع، النادي الاهلي كبير باي حد، والنادي الاهلي اكبر من اي حد، والنادي الاهلي لعيبه كتيره لعبت فيه وبطلت وفضل النادي زي ما هو وفضل الكيان زي ما هو. اكيد مش مقبول خالص ان اي حد يتكلم عن النادي الاهلي بشكل مش كويس، وحتى لو حد اتكلم بشكل مش كويس اعتقد الجماهير والناس كلها الواعيه عارفه النادي الاهلي في حته تانيه خالص يعني. هل ده معناه ان انت كمدافع في المقاولين العرب اللي بينافس دلوقتي او قبل توقف كره القدم يعني بينافس النادي الاهلي على الصداره، لان المقاولين كان في المركز الثاني قبل الصداره او قبل توقف